بسم الله الرحمن الرحيم دائما فيما يخص الدرس تاع التكامل راح اليوم نطرقوا الى المكامله بالتجزئه المكامله بالتجزئه و راح نشوفوا اول شيء قانون المكامله بالتجزئه قانون المكامله بالتجزئه احنا نعرفوا بان مشتق U لي x في V لي x يساوي U فتحة لي x في V لي x زائد U لي x في V فتحة لي x مشتق الجودة يساوي مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول نستنتجوا من هذه أن الدالة الأصلية تاع U فتحة لي x في V لي x زائد U لي x في V فتحة لي x الدالة الأصلية تاعها هي U لي x في V لي x الدالة الأصلية تاع U فتحة لي x في V لي x زائد U لي x في V فتحة لي x هي U لي x في V لي x وحسب خواص الدورة الأصلية الدالة الأصلية تاع مجموع الدالة الأصلية تاع مجموع دالتين هو مجموع الدالتين الأصليتين هو مجموع الدالتين الأصليتين إذن U فتحة الدالة الأصلية تاع U فتحة تكامل U فتحة لي x في V لي x dx زائد تكامل U لx في V فتحة لx dx يساوي U لx في V لx ومن هنا راح نستنتجوا قانون المكاملة بالتجزئة وهو إذن تكامل U فتحة لx في V لx dx يساوي U لx في V لx ناقص تكامل U لx في V فتحة لx dx إذن تكامل U فتحة لx في V لx dx يساوي U لx في V لx ناقص لاحظوا معي اللي كانت مشتقة ولات هي الدالة واللي كانت الدالة ولات مشتقة U فتحة لx U لx V لx V فتحة لx هنا U لx في V لx إذا تكامل U فتحة لx في V لx dx يساوي U لx في V لx ناقص تكامل U لx في V فتحة لx dx لكن ما الهدف من هذه المكاملة بالتجزئة؟ ما الهدف من هذه المكاملة بالتجزئة؟ إذا كان راح نبدلوا التكامل بتكامل واحد خلاف معناها وش راح يكون الهدف تاعنا من وراء إذا الهدف من المكاملة بالتجزئة ما هو الهدف من المكاملة بالتجزئة؟ لاحظوا بأننا استبدلنا تكامل بتكامل واحد خلاف إذا من المفروض التكامل اللي الثاني اللي جاء مكان التكامل الأول من المفروض يكون أسهل من الأول ماشي سهل مش بالضرورة سهل ولكن المهم أن الصعوبة تنقص إذا الهدف من المكاملة بالتجزئة هو استبدال تكامل ما قدرناش نشكي قوي مباشرة بتكامل آخر أبسط منه إما هو ما نقدروا نحسبه أو هو عندنا فكرة كيفاش نقدروا نزيدوا نبسطوا إذا الهدف هو استبدال تكامل بتكامل أبسط منه إذا الهدف من المكامل بالتجزئة هو استبدال تكامل بتكامل أبسط منه مش بالضرورة بسيط بتكامل أبسط منه إذا أنا عندما ندير نستعمل في المكاملة بالتجزئة عندما نطبق قانون المكاملة بالتجزئة نحبس هنا ونشوف هل هذا التكامل أبسط من الأول ولا زاد تعقد زاد تعقد ولا نفس الصعوبة ولا التم بالطبع رايح نقول ما وصلش للهدف إذا راني هذاك درت خطأ معين الخطأ المعين حنا لهنا عندنا جودة واحد منهم بالطبع راح يكون في فتحة لي إكس وواحد منهم راح يكون في لي إكس إذا كان شفنا بلي رانا ما وصلناش للهدف هذا معناه أن الاختيار تاعنا كانت
خاطئ، وراحين نشوفوا هذا من خلال أمثلة، من خلال أمثلة. راح ننزلوا المثال التالي، راح ننزلوا المثال التالي. إذا إي يساوي ماذا؟ تكامل من صفر إلى بي تاع إكس كوسينوس إكس دي إكس، إكس كوسينوس إكس دي إكس، تكامل من صفر لبي دي إكس كوسينوس إكس دي إكس. واش راح نديروا الآن؟ راح نختاروا نديروا خيار، خيار عشوائي، راح نديروا خيار عشوائي، والأولى مثلا نسميوها بي فتحة دي إكس، والثانية نسميوها بي إكس، نعتبروها بي إكس. إذا نضع نضع U فتحة لX تساوي X و V لX تساوي كوسينوس X. U فتحة لX تساوي X و V لX تساوي كوسينوس X. مادام U فتحة لX تساوي X، إذا U لX تساوي بالطبع هي الدالة الأصلية تاع X، معناها X مربع على 2، و V فتحة لX بالطبع تساوي ناقص سينوس x، ناقص سينوس x. لو كان نطبقوا قانون المكاملة بالتجزئة، يقولنا تكامل U فتحة لـ x في V لـ x تساوي U لـ x في V لـ x ناقص تكامل U لـ x في V فتحة لـ x. نطبقوا إذا عندنا E يساوي U لـ x في V لـ x، U لـ x في V لـ x معناها x مربع على 2 كوسينوس x ناقص تكامل بالطبع من صفر إلى b، من صفر إلى b ناقص التكامل من صفر إلى b لماذا؟ لـ v فتحة لـ x في u لـ v فتحة لـ x في u لـ x، معناها x مربع على 2 في ناقص سينوس x dx. الآن نروح للهدف من المكاملة بالتجزئة. الهدف من المكاملة بالتجزئة هو استبدال تكامل بتكامل أبسط منه، ونقارن هذا التكامل الجديد مع التكامل الأول، هل هو أبسط من التكامل الأول أم هو أكثر تعقيد؟ لاحظوا هنا بلي إكس الدرجة الأولى، هنا هنا الدرجة الثانية، كوسينوس إكس وسينوس إكس من نفس الصعوبة، إذا لاحظوا بأن هذا التكامل يعني أكثر تعقيدا من التكامل الأول. هذا معناه أننا لم نصل إلى الهدف من هذه المكاملة بالتجزئة، أننا لم نصل من الهدف تاعنا. إذا واش راح نديرو؟ راح نقولو بأننا أخطأنا التقدير، أخطأنا التقدير. إذا الاختيار تاعنا كانت خاطئة، هيا نبدلو الاختيارات الآن، هيا نبدلو الاختيارات تاعنا الآن ونشوفو كيف تقولهم. إذن هذه المرة راح نبدلو، نضع U لX هي اللي تساوي X و V لX و إذن V لX عفوا تساوي X و U فتحة لX تساوي كوسينوس X. إذا كان V لX تساوي X، هذا معناه أن V فتحة لX، هذا معناه أن V فتحة لX تساوي 1 و U لX اللي هي الدالة الأصلية تاع كوسينوس X هي بالطبع سينوس X. هل الآن نطبقوا قانون المكاملة بالتجزئة؟ E يساوي حسب القانون المكاملة بالتجزئة هو U لX في V لX ناقص تكامل U لX في V فتحة لX. U لX في V لX في V لX معناها X سينوس X من صفر إلى B ناقص تكامل من صفر إلى B لـ V فتحة لX في U لX. V فتحة لX في U لX معناها واحد في سينوس X معناها سينوس X dx. نحسو هنا ما هو دائما ما هو الهدف من المكاملة بالتجزئة؟ هو استبدال تكامل بتكامل أبسط منه. هل قانون الآن هذا التكامل مع التكامل الأول واضح جدا
جداً أنها التكامل أبسط من الأول ودل عصلية سينوس إكس معروفة وهي ناقص كوسينوس إكس. إذن رح نوجد بالإي يساوي إكس سينوس إكس مادام الحدود هي نفسها إذن نقدر نكتبوها بعدا إذن ناقص كوسينوس إكس معناها زائد كوسينوس إكس من صفر إلى بي ناقص كوسينوس إكس لأن الدالة العصبية تاع سينوس إكس هي ناقص كوسينوس إكس مسبوقة بالناقص إذن تولي زائد كوسينوس إكس وبالطبع عندما نعوضوا المرة الأولى بالبي بي واش راح نوجدوا إكس في سينوس بي سينوس بي يساوي صفر سينوس بي يساوي صفر إذن هذه صفر زائد كوسينوس بي اللي هو ناقص واحد ناقص عندما نعود الآن صفر هذا بالطبع صفر زائد كوسينوس صفر زائد كوسينوس صفر معناها واحد ومسبوق بالناقص معناها ناقص واحد إذن واش نوجدو ناقص اثنين وأكثر من هذا نقدر نستنتجو الدالة الأصلية تاع إكس كوسينوس إكس إذن ودالة أصلية للدالة F حيث بالطبع المعرفة على F حيث F لإكس يساوي إكس كوسينوس إكس هي F كبيرة حيث F كبيرة لإكس تساوي x سينوس x زائد كوسينوس x إذن نقدروا أيضا من هذا التكامل نستنتجوا دالة أصلية أو من هذه العملية نستنتجوا دالة أصلية تاع هذا الدالة تاع x كوسينوس x الآن ماذا بنا ننتقل إلى مثال آخر راح نروح للمثال هذا مثال ثاني إذا باستعمال مكاملة بالتجزئة أحسب تكامل من 2 إلى 2 للوغاريتم x ناقص 1 dx لوغاريتم x ناقص 1 dx بالطبع نترككم شوفوا ملاحظة بالطبع مع الوقت يعني مع الممارسة راح هذه الخطوة هذه ماناش راح نديرو يعني ماناش راح كل مرة نضغطو وبعدين نصنعو كلام هنا ولكن هذه تعطينا فكرة إذا كان الليت بصعوبة في الحساب إذا راح ننتقلوا إلى المثال الثاني إذن المطلوب أحسب باستعمال مكاملة بالتجزئة أحسب G الذي يساوي التكامل من 2 إلى 2 للوغاريتم X ناقص 1 dx ولكن تذكروا إحنا كنا هضرنا على الدالة العصرية تاع لوغاريتم X ناقص 1 هي X ناقص 1 لوغاريتم X ناقص 1 ناقص X ولكن هذه المرة راح نبرهنوا عليها راح نبرهنوا باللي اللي هي فعلا x ناقص 1 لوغاريتم x ناقص 1 ناقص x إذا هنا بالطبع في القانون في قانون المكاملة بالتجزئة عندنا المفروض U فتحة لx وعندنا V لx عندنا U فتحة لx وعندنا V لx هنا وين الجودة؟ نقدروا على الجودة نعتبروه واحد في لوغاريتم x ناقص 1 واحد في لوغاريتم x ناقص 1 إذا كان ما مليش نقدر نقول واحد في لوغاريتم x ناقص 1 إذا ماذا؟ بالطبع نقدروا في الأول مادام رانا ما عندناش تجربة في هذا الحساب ممكن نديروا اختيار عشوائي ولكن من بعد إذا كان لدينا خطأ نصلحوا أو مباشرة هنا راح نعتبروا U فتحة لx يساوي ماذا؟ واحد و V لx
يساوي لوغاريتم اكس ناقص واحد، لوغاريتم اكس ناقص واحد. ألوغ بالطبع راح نبحثوا على الدالة الأصلية تاع U X، تاع الفتحة ل X هي U X تساوي، راح نختاروا الدالة الأصلية، نختاروا الدالة الأصلية بحيث سهل علينا من بعد الحساب، سهل علينا من بعد الحساب، راح نجربوا المرة الأولى هذه X، ولكن راح نشوفوا بلي X راح تزيد تعقد شوية الحساب، إذا راح من بعد خلال الحساب نغيروا. إذا V فتحة X هنا تساوي 1 على X ناقص 1. ولهذا راكم تشوفوا عندنا X ناقص 1 هنا، عندنا X ناقص 1 هنا. إذا يعني من المفروض لأن من بعد راح نلقاو بلي X في V فتحة X، بلي X في V فتحة X. إذا نفضلوا لو كان نحطوا الدالة الأصلية هي X ناقص 1. وهي فعلا الدالة الأصلية تاع 1، لأن مشتق X ناقص 1 هو 1. مشتق اكس ناقص واحد هو واحد، ولو كان نخليو اكس بالطبع راح تزيد تعقد لنا شويه الامور. اذا نفضلوا نهزو كالداله الاصليه اكس ناقص واحد. علاه اكس ناقص واحد؟ باه من بعد اولي اكس في في فتحه اكس راح تساوي واحد، اولي اكس في في اكس في في فتحه اكس راح نوجدوها تساوي واحد، لان اكس لا يساوي واحد في المجال 2 او. اذا نطبقوا الان قانون المكامله بالتجزئه، عندنا جي يساوي او لي اكس في في لي اكس، او لي اكس في في لي اكس معناها اكس ناقص واحد لوغاريتم اكس ناقص واحد من 2 الى او ناقص تكامل من 2 الى او تاع او لي اكس في في فتحه لي اكس، لانها كانت او فتحه لي اكس في في لي اكس، ولي او لي اكس في في فتحه لي اكس معناها اكس ناقص واحد في 1 على اكس ناقص 1 دي اكس. وبالطبع اكس ناقص 1 في 1 على اكس ناقص 1 هي 1. اذا نوجدوا بلي جي يساوي اكس ناقص 1 لوغاريتم اكس ناقص 1 من 2 الى او ناقص تكامل من 2 الى او تاع 1 دي اكس. وبالطبع الداله الاصليه تاع 1 هي اكس. ونوجدوا بلي جي يساوي x ناقص 1 لوغاريتم x ناقص 1 ناقص x ناقص x من 2 الى 2. وبالطبع راح نستنتجوا باللي الداله الاصليه تاع لوغاريتم x ناقص 1 هي x ناقص 1 لوغاريتم x ناقص 1 ناقص x اللي كنا تكلمنا عليها في البدايه. والان نعوضوا، اذا واش نوجدوا بالتعويض بـ إذا راح نوجدو أو ناقص واحد لوغاريتم أو ناقص واحد، لوغاريتم أو ناقص واحد ناقص أو ناقص أو، ومن بعد نعوضو بتنين ناقص تنين ناقص واحد واحد، لوغاريتم واحد صفر أو تروح ناقص تنين، يعني والناقص هذا تولي زائد تنين، تولي زائد تنين. إذا نساوي أو ناقص واحد لوغاريتم او ناقص واحد، اذا نكتبوها 2 ناقص او زائد او ناقص واحد لوغاريتم او ناقص واحد، ونقدروا حتى نحسبوا هذه القيمه بالتقريب، قيمه لان ندوا قيمه تقريبيه تاع هذا التكامل. اذا من هنا ايضا نستنتجوا ومنه داله اصليه، داله اصليه للداله التي الى اكس ترفق لوغاريتم اكس ناقص 1 هي الداله او على المجال 2 زائد ما لا نهايه، 2 زائد ما لا نهايه هي الداله التي الى اكس ترفق اكس ناقص 1 لوغاريتم اكس ناقص 1 ناقص اكس. الدالة الأصلية تاع لوغاريتم اكس ناقص واحد هي اكس ناقص واحد لوغاريتم اكس ناقص واحد ناقص اكس. هذا إذا فيما يخص إذا المثال الثاني، هذا كان المثال الأول وهذا المثال الثاني. الآن سنتقلوا إلى مثال آخر،
mon col, la zone qui fait là, even, c'est que X, aussi est X, DX, mon sepa, il a ouvert. وبالطبع نقدر واحد نغيرو فيه نقدر نرجعو اكس ناقص واحد و سي تي زد واحد و اذا نرجعو للمثال هذا مثال هذا من صفر إلى واحد نغيرو شوية نرجعوها إكس ناقص واحد أسيت ولا إكس زائد واحد أسيت إكس ناقص واحد أسيت إكس ناقص واحد ونشوفو ماذا تنبنى هادي. إذا هنا راح نختار ماذا إفتحة لإكس يساوي و في لي إكس يساوي وفي لي إكس يساوي. إذا نقدروا نختاروا المرة الأولى كما نبغيو ومن بعد نشوفوا واش اللي يحدث. إذا كان اخترنا إفتحة لي إكس تساوي أسية إكس ناقص واحد وفي لي إكس نختاروها إكس زائد واحد كنا قادرين نختاروا إفتحة لي إكس يساوي إكس زائد واحد وفي لي إكس ونشوفوا لكان وصلنا للهدف من المكاملة بالتجزئة أم لا. إذا إفتحة لي إكس يساوي أسية إكس ناقص واحد بالطبع الدالة الأصلية تاعها هي نفسها أسية إكس ناقص واحد لأن المشتق تاع أسية إكس ناقص واحد هو أسية إكس ناقص واحد. في فتحة لي إكس بالطبع كنا قادرين باش نخيروا الدالة الأصلية أخرى ولكن هنا راح نشوفوا بلي هذه هي اللي تناسبها. اذا هنا ما ناسبتناش اكس علاش خاطر الضرب تاع هادو راح يولي اكس على اكس ناقص واحد اكس على اكس ناقص واحد راح تكون يعني لازم نزيدو نكتبوها بطريقه التخلاف باش نقدروا نلقاو التكامل. اما لو كان نختاروا الداله الاصليه لاكس ناقص واحد راح تسهل علينا تماما ونوجدوا الدلاله او نوجدوا التكامل تاعنا بسهوله. هنا اذا راح نفضلوا نختار اسية اكس ناقص واحد في فتحة لي اكس بالطبع تساوي واحد مشتقة ونشوفوا الان جي جي يساوي الي اكس في فيلي اكس الي اكس في فيلي اكس معناها اكس زائد واحد اسية اكس ناقص واحد اسية اكس ناقص واحد من صفر الى واحد ناقص تكامل من صفر الى واحد تاع الي اكس في في فتحة اكس الي اكس في في فتحة اكس معناها اسية اكس ناقص واحد دي اكس. وواضح ان هذا التكامل ابسط من الاول بكثير بالطبع. اذا نقدروا نتابعوا العملية تاعنا اذا جي يساوي اكس زائد واحد اسية اكس ناقص واحد ناقص الدالة الأصلية تاع اسية اكس ناقص واحد هي اسية اكس ناقص واحد بالطبع من الصفر الى واحد. نقدروا نخرجوا أسية إكس ناقص واحد كعامل مشترك ونوجدوا بلي جي يساوي إكس أسية إكس ناقص واحد لأن قلنا هذه إكس أسية أسية إكس ناقص واحد زائد أسية إكس ناقص واحد ناقص أسية إكس ناقص واحد من صفر إلى واحد. عندما نعوضوا الآن بواحد واش نوجدوا؟ نوجدوا واحد. لماذا؟ لأن هذا واحد وهذا أسية صفر، أسية صفر يساوي واحد، ناقص عندما نعوضه بصفر نلقاو صفر بالطبع، إذا نوجدوا بلي التكامل يساوي واحد، التكامل يساوي واحد. إذا هذا فيما يخص هذه الأمثلة، نرجع الآن للمثال هذا، يعني تكامل إكس لوغاريتم إكس. تكامل x لوغاريتم x dx من واحد إلى ب. وبالطبع نحاول نعطيكم الوقت
باش تسبقوني شويه في الفيفا، لان درنا الان ثلث امثله، ربما هذه الثلث امثله يعطيونا فكره كيف راح نديروا للتكامل تاع من واحد لتو تاع اكس لوغاريتم اكس، اكس لوغاريتم اكس دي اكس. وبالطبع تقدروا تغيروا ايضا في هذا المثال، تقدروا ترجعوه اكس ناقص واحد لوغاريتم اكس ناقص واحد، تقدروا ترجعوه اكس لوغاريتم اكس ناقص واحد، تقدروا ترجعوه اكس زائد واحد لوغاريتم اكس ناقص واحد وهكذا. حنا راح نديروا اكس لوغاريتم اكس دي اكس من واحد الى ان. نعطي الفرصة باش تبداو في الحل تاع هذا. وبالطبع اللي ما سبقناهم شوية يقدروا ينقلوا الشيء اللي يحتاجوا. إذا ننطبقوا عندنا إي يساوي التكامل من واحد إلى أو تاع إكس لوغاريتم إكس دي إكس، إكس لوغاريتم إكس دي إكس. نعم بالطبع هنا الجدا هو إكس في لوغاريتم إكس. إذا نضع U إكس يساوي إكس، وبالطبع إذا كان شفنا بلي هذا الاختيار ما يصلحش قاعدين باش نغير. إذا عندنا V فتحة لـ إكس، ولا هذه نعتبروها V إكس عفوا، وهذه U فتحة لـ إكس. U فتحة لـ إكس يساوي لوغاريتم اكس. اذا في فتحة اكس، لا هذه نعتبروها في فتحة اكس، وهذه نعتبروها في اكس. بالطبع راح تكون عندنا اولي اكس واش تساوي؟ تساوي اكس مربع على 2. بالطبع هذا هو خيو اكس مربع على 2 زائد 1 ولا ناقص 1 ولا، ولكن راح نشوفوا بلي ما تناسبناش، يعني ما تناسبناش مع المشتقه تاع لوغاريتم اكس اللي هي في فتحه اكس تساوي 1 على اكس. تلاحظوا بلي من بعد عندما نضربوهم في بعضهم اللي اكس في في فتحه اكس راح نختزلوا بسهوله وراح نوجدوا اكس على 2. اذا واش راح يصبح عندنا؟ راح يصبح عندنا اي يساوي اولي اكس في دي اكس، معناها اكس مربع على 2 لوغاريتم اكس اولي اكس في دي اكس من 1 الى او ناقص تكامل من 1 الى او لاولي اكس في دي فتحة اكس. اولي اكس في دي فتحة اكس وراح تكون بالطبع الجودة ابسط، وراح نوجدوا اكس على 2 دي اكس. واضح بان التكامل الثاني ابسط من الاول بكثير. ما هي الداله الاصليه تاع اكس على 2؟ بالطبع اكس على 2 مقدور حسب خواص التكامل نكتبوه 1 على 2 في اكس، 1 ناقص 1 على 2 تكامل من 1 الى او لاكس دي اكس اللي هي كانت اكس على 2 خرجت 1 على 2. اذا ما هي الداله الاصليه تاع اكس؟ هي اكس مربع على 2. اذا واش نوجدوا؟ نوجدوا اكس مربع لوغاريتم اكس، اكس مربع لوغاريتم اكس ناقص 1 على 2 في اكس مربع على 2، ناقص 1 على 2 في اكس مربع على 2، معناها اكس مربع على 4، اكس مربع على 4 من 1 الى او، من 1 الى او. بالطبع هذا نستنتج بلي الداله الاصليه تاع اكس لوغاريتم اكس هي اكس مربع لوغاريتم اكس ناقص اكس مربع على 4. ما في الامثله اللي فاتوا ما تحققناش بلي بالفعل هذه الداله الاصليه تاع هذه. تقدروا تاكدوا، يعني اذا كان الواحد شك ولا حاجه ما تقدر تاكد،
ما هي مشتقة x مربع لوغاريتم x؟ مشتقة x مربع هو 2x في لوغاريتم x زائد ماذا؟ مشتق x مربع في مشتق لوغاريتم x معناها x ناقص ماذا؟ x على 2 ناقص 2x على 4 معناها x على 2. إذن ما نوجدوش x لوغاريتم x، إذن نحاول نتأكدوا عندنا إذن مش افتح x يساوي x، إذن u لي x يساوي x مربع على 2 v لي x يساوي لوغاريتم x، إذن v افتح x يساوي 1 على x، إذن e يساوي x مربع على 2 x مربع على 2 x مربع على 2 إذن عندنا x مربع على 2 إذن عندما نشتقوا الآن تولينا 2x على 2 معناها x لوغاريتم x زائد x مربع على 2 في 1 على x x مربع على 2 في 1 على x معناها x على 2 ناقص مشتق x مربع على 4 معناها 2x على 4 معناها x على 2 بالطبع نختزلوا نوجدوا x لوغاريتم x نوجدوا x لوغاريتم x إذن بالفعل هي الجالاكسية تاع دالات تاع ونستنتجوا عندما نعوضوا بـ عندما نعوضوا بـ راح نكتب النتيجة من الجهة الأخرى إذن عندنا E يساوي هاي نعوضوا بـ هنا عندنا E مربع على 2 لوغاريتم E لوغاريتم E يساوي 1 إذن عندنا E مربع على 2 ناقص E مربع على 4 E مربع على 2 ناقص E مربع على 4 هذا عندما عوضنا بـ E ناقص عندما نعوضه بواحد بالطبع لوغاريتم واحد يساوي صفر إذن هذا كامل يساوي صفر ناقص واحد على أربعة والناقص زائد واحد على أربعة E مربع على 2 ناقص E مربع على 4 عندما نوحد المقامات نوجد E مربع على 4 زائد 1 على 4 ويساوي E مربع زائد 1 على 4 ويساوي E مربع زائد 1 على 4 وبالطبع واش نستنتجو إذا نستنتج أن دالة أصلية للدالة التي إلى x ترفق x لوغاريتم x هي على المجال على المجال 1 زائد ما لا نهاية 1 زائد ما لا نهاية هي الدالة التي إلى x ترفق بالطبع وجدنا x مربع على 2 لوغاريتم x ناقص x مربع على 4 ناقص x مربع على 4 وبالطبع تأكدنا بلي عندما نشتقوا فعلا نوجدوا x لوغاريتم x ايوا متى من جهه المكامله بالتجزئه حنا عندنا يعني في الامتحانات راه يطلب منا صراحه يقول باستعمال مكاملة بالتجزئة أو باستعمال مكاملة بالتجزئة باستعمال مكاملة بالتجزئة رحين يوجهونا رحين يرشدونا على باستعمال مكاملة بالتجزئة هل من الممكن ألا نستعمل مكاملة بالتجزئة؟ لا لأنه أرشدنا إلى ذلك هو ما حبش باش يحتم علينا هو جرب بجميع الطرق الأخرى القابل لي ما كاين من غير استعمال مكاملة بالتجزئة لإصلاح في الحالة هذه وبالتالي أرشدنا إلى ذلك وطلب منا باش نستعملوا المكاملة بالتجزئة إذا كل ما يرشدني إلى استعمال المكاملة بالتجزئة نروح مباشرة نستعمل المكاملة بالتجزئة إذا الآن نرجع لهذا التمرين وش يقول؟ يقول إكس عدد حقيقي x عدد حقيقي موجب تماما x عدد حقيقي موجب تماما
باستعمال المكاملة بتجزئة أحسب تكامل من واحد إلى إكس للوغاريتم تي على تي مربع دي تي، ثم استنتج الدالة أو استنتج دالة أصلية للدالة لوغاريتم إكس على إكس مربع التي لا يشترط لوغاريتم إكس على إكس مربع على المجال صفر زائد ما لا نهاية، على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب التكامل نسميوه إذا إي يساوي التكامل من واحد إلى إكس لوغاريتم تي على تي مربع، لوغاريتم تي على تي مربع دي تي، لوغاريتم تي على تي مربع دي تي، ونحاولوا نشوفوا إذا بعد هذه المهلة تاع التفكير راح نشوفوا الحل تاع هذا التكامل. إذا واش راح نديروا؟ نضع U فتحة دي إكس يساوي واحد على تي مربع و V دي إكس يساوي لوغاريتم تي. ما هي الدالة الأصلية تاع واحد على تي مربع؟ حنا كنا شفنا الدالة الأصلية تاع واحد على إكس قوة إن، واحد على إكس قوة إن هي ناقص واحد على إن ناقص واحد إكس قوة إن ناقص واحد. الدالة الأصلية تاع واحد على إكس قوة إن هي ناقص واحد على إن ناقص واحد إكس قوة إن ناقص واحد. إذا الدالة الأصلية تاع واحد على تي دو، واحد على تي اثنين، واحد على تي اثنين هي ناقص واحد على اثنين ناقص واحد صافي واحد، إذا على تي، ناقص واحد على تي. وبالطبع عفوا يعني الدالة الأصلية يعني U لإكس تساوي ناقص واحد على تي، و V فتحة لإكس تساوي مشتق لوغاريتم تي هو واحد على تي. إذا عندما نطبق قانون المكاملة بالتجزئة بالطبع تلاحظوا بلي U لإكس في V فتحة لإكس تساوي ناقص واحد على تي مربع، معناها يعني ممكن جدا نلقاو لها الدالة الأصلية بسهولة. إذا U لإكس في V لإكس، U لإكس في V لإكس معناها ناقص واحد على تي لوغاريتم تي، ناقص واحد على تي لوغاريتم تي من واحد إلى إكس، من واحد إلى إكس ناقص التكامل من واحد إلى إكس ل U لإكس في V فتحة لإكس معناها ناقص واحد على تي مربع دي تي، واحد على تي مربع دي تي. بالطبع ناقص في الناقص راح تبدا زائد، ناقص في الناقص راح هي المفروض ناقص هنا وناقص هنا. إذا واش نوجدوا؟ نوجدوا ناقص واحد على تي لوغاريتم تي، دالة أصلية تاع واحد على تي مربع، دالة أصلية تاع واحد على تي مربع كنا شفناها هي ناقص واحد على تي، هي ناقص واحد على تي، هي ناقص واحد على تي. وبالطبع راح نستنتجوا من ان بالطبع من واحد الى اكس عندما نعوضوا ب في اكس واش راح نوجدوا؟ نوجدوا ناقص لوغاريتم اكس على اكس، ناقص لوغاريتم اكس على اكس، ناقص واحد على اكس، ناقص واحد على اكس. عندما نعوض بواحد هذا الصفر بالطبع ولهنا ناقص واحد، اذا زائد واحد، اذا زائد واحد. هيا نشوفوا ما هي المشتقات تاع هذه الداله، ما هي المشتقات تاع هذه الداله؟ اذا ناقص لوغاريتم اكس على اكس، ناقص واحد على اكس زائد واحد المشتقة تاعها. بالطبع بالنسبة للمشتقة تاع هذه، ما هو مشتق لوغاريتم اكس؟ هو واحد على اكس مضروب في اكس معناها واحد، إذا واحد ناقص مشتق اكس مضروب في لوغاريتم اكس على اكس مربع،
إذا مشتق هذا بالطبع الزائد واحد على إكس مربع ومشتق الآخر يساوي صفر. إذا واش يوجدوا؟ يوجدوا ناقص واحد زائد لوغاريتم إكس زائد واحد على إكس مربع ويساوي لوغاريتم إكس على إكس مربع. إذا مشتق هذه العبارة هو لوغاريتم إكس على إكس مربع. واش نستنتج؟ نستنتج من أن الدالة الأصلية تاع الدالة التي إلى إكس ترفق لوغاريتم إكس على إكس مربع هي ناقص لوغاريتم إكس على إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد وإن كان نقدرهم بالصفر. إذا ومنه دالة أصلية للدالة التي إلى إكس ترفق لوغاريتم إكس على إكس مربع على المجال صفر زائد ما لا نهاية هي الدالة التي إلى إكس ترفق عندما نبسطوها هذه ونوحد المقامات هذا الذي نضربه في إكس. إذا إكس ناقص واحد ناقص لوغاريتم إكس على إكس ناقص واحد ناقص لوغاريتم إكس على إكس هذه هي الدالة الأصلية. إذا نعاود نشوفوا الخطوات اللي درنا. عندنا التكامل اي تكامل من واحد الى اكس للوغاريتم تي على تي مربع دي تي اخترنا اي فتحه لاكس تساوي واحد على تي دو وفي لاكس يساوي لوغاريتم تي. اذا الداله الاصليه تاع واحد على تي مربع هي ناقص واحد على تي ومشتقة لوغاريتم تي هي واحد على تي. إذا اي يساوي U لي إكس في V لي إكس معناها ناقص واحد على تي في لوغاريتم تي من واحد إلى إكس ناقص هي في الحقيقة ناقص تكامل من واحد إلى إكس تاع ناقص واحد على تي في واحد على تي يعني ناقص واحد على تي مربع. إذا ناقص تكامل من واحد على إكس لناقص واحد على تي مربع دي تي ناقص في ناقص يمدلنا زائد. وبالطبع الدالة الأصلية تاع واحد على تي مربع هي ناقص واحد على تي إذا إي واش يساوي؟ يساوي ناقص واحد على تي لوغاريتم تي ناقص واحد على تي من واحد إلى إكس. المرة الأولى نعوضوا بإكس معناها ناقص واحد على إكس لوغاريتم إكس ناقص واحد على إكس ناقص عندما نعوضوا بواحد هنا نلقاو صفر وهنا نلقاو ناقص واحد معناها زائد واحد. إذا نوجدوا باللي التكامل يساوي أو إي يساوي ناقص لوغاريتم إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. قلنا اقترحنا باش نحسبوا المشتقات هذه يعني ناقص لوغاريتم اكس على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد وجدناها باللي تساوي لوغاريتم اكس على اكس مربع ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج ان الدالة الأصلية للدالة التي الى اكس ترفق لوغاريتم اكس على اكس مربع على المجال صفر زائد ما لا نهاية هي ناقص لوغاريتم اكس على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد. وهي لعلنا نبسطها هي الدالة التي الى اكس ترفق اكس ناقص واحد ناقص لوغاريتم اكس على اكس. إذا ممكن نخليوها هكذا وممكن نوحدوا المقامات ونوجدوا الدالة الأصلية هي إكس ناقص واحد ناقص لوغاريتم إكس على إكس هذا إذا فيما يخص هذا المثال. نترككم تهزوا بعض المعلومات
إذن ننتقلوا إلى تمرين رقم 65 من الصفحة 189. أنا واش يقولنا نضع إي يساوي تكامل من صفر لواحد لإكس هو لإكس أسيت إكس على أسيت إكس زائد واحد لكل المربع لإكس، وجي يساوي واحد على أسيت إكس زائد واحد. يقول باستعمال المكاملة بالتجزئة عبر عن إي بدلالة جي. باستعمال المكاملة بالتجزئة عبر عن إي بدلالة جي. إذن هذا إرشاد باش نقدروا نوصلوا فيما بعد إلى النتيجة نتاع تكامل تاع إي. إذن نبداو. إذن عندنا إي واش هي؟ هو تكامل من صفر لواحد تاع إكس أسيت إكس على أسيت إكس زائد واحد لكل مربع دي إكس، وجي يساوي تكامل من صفر لواحد تاع واحد على أسيت إكس زائد واحد دي إكس. إذن أول شيء راح نختار نضع ماذا؟ U فتحة لX ماذا يساوي؟ و V لX ماذا يساوي؟ إذا V لX يساوي راح نختاره ربما يساوي واحد على أسيت X زي واحد لكل مربع. و بفعل نجربوا هذه x أسيت x x أسيت x وبعد نشوفوا وش ينتج عنه. وكان نبحثوا على دالة قصرية تاع x أسيت x تاع x أسيت x وش راح نوجدوا. إذا الاختيار هذا ما نبدلوه نرجعوا أسيت X على أسيت X زائد واحد لكل مربع و V X تساوي X. وكان نبحثوا على الدالة الأصلية بالطبع هنا المشتقة هي واحد. وكان نبحثوا على الدالة الأصلية تاع أسيت X على أسيت X زائد واحد لكل مربع، لاحظ بلي هذا من الشكل أش فتحة X على أش X لكل مربع اش فتحة. لماذا؟ لأننا لو كان نوضعو اش في اكس تساوي أسيت إكس زائد واحد، اش فتحة لإكس تساوي أسيت إكس. إذا هي من شكل اش فتحة لإكس على اش في إكس لكل مربع. إذا الدالة الأصلية تاعها هي ناقص واحد على اش ان ناقص واحد، اش في إكس بس ان ناقص واحد، بمعنى ناقص واحد على أسيت إكس زائد واحد. والآن نحن نطبق قانون المكاملة بالتجزئة. إذا إي يساوي إي لإكس في ذي إكس، معناها ناقص إكس على أسيت إكس زائد واحد من صفر إلى واحد ناقص التكامل من صفر إلى واحد لناقص واحد على أسيت إكس زائد واحد. ناقص مع ناقص بالطبع زائد، إذا واحد على أسيت X زائد واحد dx. إذا زائد تكامل من صفر واحد واحد على أسيت X زائد واحد dx. ولاحظ بأن هذا التكامل هو G، هو G. إذا واش راح نوجدوا؟ راح نوجدوا بلي E يساوي عندما نعوضوا بواحد بالطبع راح نوجدوا ناقص واحد على أو زائد واحد. عندما نعوضوا بصفر نلقاو صفر زائد جي زائد جي. إذا عبرنا على إي بدلالة جي، عبرنا على إي بدلالة جي. السؤال اللي بعد هذا قالنا بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس واحد على واحد زائد أسيت إكس
يساوي أس إكس ناقص إكس على أس إكس ناقص إكس زائد واحد. بالطبع هذه حاجة بسيطة، إذا نبرهنوا عليها. عندنا واحد على واحد زائد أس إكس، بالطبع نقدروا نضربوا ونقسموا بسطوا المقام في نفس العدد اللي هو هنا أس ناقص إكس. إذا في واحد على أس ناقص إكس في واحد زائد أس إكس ويساوي أس ناقص إكس على أس ناقص إكس زائد أس ناقص إكس في أس إكس وأس ناقص إكس في أس إكس حسب خواص الدالة الأسية، هي واحد يعني أس صفر. إذا يساوي أس ناقص إكس على أس ناقص إكس زائد واحد. إذا راح نستنتجوا قلنا استنتج التكامل تاع جي أو قيمة جي، إذا جي يساوي القيمة تاع جي، إذا اللي هي تكامل من صفر لواحد تاع واحد على أس إكس زائد واحد دي إكس يساوي تكامل من صفر لواحد. بالطبع هو مرشدنا إلى كون هذه العبارة تساوي هذه العبارة، إذا ما راح نبدلها بهذه العبارة أس ناقص إكس زائد واحد دي إكس. ونلاحظوا بأن المشتقة تاع أس ناقص إكس زائد واحد، المشتقة تاع أس إكس ناقص واحد هي ناقص أس ناقص إكس. إذا نقدر نضرب مرتين في ناقص واحد باش نظهر المشتقة. إذا ولات من الشكل أش فتحة لي إكس على أش لي إكس، أش فتحة لي إكس على أش لي إكس. وبالطبع الدالة الأصلية تاع أش فتحة لي إكس على أش لي إكس هي لوغاريتم أش لي إكس. لماذا؟ لأن هذه العبارة دوما موجبة. هذه العبارة دوما موجبة، إذا يساوي ناقص لوغاريتم أس ناقص إكس زائد واحد من صفر إلى واحد. عندما نعوض بواحد، بالطبع راح نوجدوا لوغاريتم واحد على 2 أو أس ناقص واحد زائد واحد، يعني واحد زائد أس ناقص واحد ناقص. عندما نعوض بصفر نوجدوا لوغاريتم 8، ناقص لوغاريتم 8. إذا في الأخير نوجد لوغاريتم 2 ناقص لوغاريتم 1 زائد أس ناقص 1 وتساوي بالطبع لوغاريتم 2 على 1 زائد أس ناقص 1. عندما نضرب البسط المقام في أ نوجد لوغاريتم 2 أ على 1 زائد أ، لوغاريتم 2 أ على 1 زائد أ. هذه نتيجة جي. وبالطبع إذا كان عندنا نعرفوا الجي شحال يساوي نقدروا بسهولة نستنتجوا نتيجة تاع إي، لأننا نعرفوا باللي إي واش يساوي، يساوي ناقص واحد على أ زائد واحد. إذا ولكن إي يساوي ناقص واحد على أ زائد واحد زائد جي، ومن هنا راح نستنتجوا بلي اي يساوي ناقص واحد على او زائد واحد زائد جي اللي هو لوغاريتم 8 او على واحد زائد او. ونستنتجوا اذا هذا التكامل. اذا درنا العديد من الامثله فيما يخص المكامله بالتجزئه، فيما يخص المكاملة بالتجزئة، وشفنا الحساب مفصل تعهدوا. بالطبع تقدروا ترجعوا لبعض الأمثلة اللي ما درناش هنا من الصفحة من الكتاب المدرسي الصفحة 189، إذا اللي هما التمرين رقم 63 والتمرين رقم 64 اللي هما أيضا مكاملات للتجزئة. تمرين 63 والتمرين 64 اللي هما اربع مكملات للتجزئه، وتقدروا ايضا تزيدوا تشوفوا التمارين الاخرى. الى هذا الحد
نحبسوها الى اللقاء في الحصه المقبله ان شاء الله.